بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معنا طلاب مدرسة دار الثقافة الأهلية، ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات لصف أول متوسط. ودرسنا النهاردة هو الدرس السابع في الوحدة الرابعة، ودرسنا بعنوان مقياس الرسم. فكرة الدرس النهاردة شباب إن أنا أحل مسائل تتضمن مقياس الرسم، يعني عندي أمثلة فيها مقياس رسم، فعايزين نبدأ نحل هذه الأمثلة. طبعا بعد ما نتعرف على المفردات بتاعتي اللي هي مقياس الرسم، نعرف يعني ايه مقياس رسم، يعني ايه مقياس النموذج، يعني ايه عامل المقياس. تعالى كده بقى نشوف شغلنا النهارده بيقول ايه. بيقول لي تعد الخريطة مثالا على مقياس الرسم، وتستعمل مقاييس الرسم مقاييس النماذج لتمثيل الأشياء التي تكون كبيرة جدا أو صغيرة جدا عندما ترسم بحجمها الحقيقي. ويعطي المقياس نسبة تقارن بين قياسات الرسم أو النموذج وقياسات الأشياء الحقيقية، فقياسات الرسم أو النموذج تتناسب مع القياسات الحقيقية. معنى الكلام ده كده ببساطة يا شباب، أنا لو عايز أعمل خريطة تشمل مدينة مكة ومدينة جدة، الخريطة بتتعمل على ورقة في مساحات بسيطة بأطوال 2 سم 3 سم لو أنا حبيت أسافر المسطرة. لكن هل الأطوال ديت هي فعلا الأطوال الحقيقية؟ يعني مثلا هل البعد بين مكة والمدينة اللي هي على الخريطة طلعت مثلا ب 3 سم، هل البعد فعلا في الحقيقة بين مكة والمدينة 3 سم؟ طبعا لا. أمال إيه اللي حصل؟ الحصل هنا ان احنا استخدمنا ما يسمى مقياس الرسم. فمقياس الرسم ده عبارة عن نسبة بين الطول على الخريطة او الطول في النموذج على الطول الحقيقي، الطول على النموذج وعلى الطول الحقيقي. يبقى مقياس الرسم ده نسبة بين الطول على الخريطة او طول النموذج على الطول الفعلي او الطول الحقيقي. عايزين نفهم الكلام ده، تعال نشوف مثال على الكلام ده يا شباب. هنا بيقول لي ما المسافة الفعلية من مكة للمكرمة وجدة، جايب لي خريطة. تبص كده تحت في الخريطة بيقول لي ان المقياس، مقصود هنا بقى بالمقياس يعني مقياس الرسم او مقياس النموذج، ده اسمه مقياس النموذج، بيساوي 1 سنتي بيساوي 24 كيلومتر. يعني ايه الحتة دي؟ يعني كل 1 سنتي في الخريطة مكانه في الحقيقة 24 كيلومتر. كل 1 سنتي في الخريطة مكانه في الحقيقة 24 كيلومتر. يعني لو كان المسافة بين مكة والمدينة 10 سنتي في الخريطة، يبقى في الحقيقة بينهم وبين بعض في الحقيقة كام؟ يبقى 240 كيلو. ليه؟ لأن كل سنتي مقابله 24 كيلومتر. طيب مثال زي ده عشان يجي لي أتعامل معاه إزاي؟ يقول لي يوجد المسافة الفعلية. أول حاجة أجيب المسافة على الخريطة، أجيب المسافة على الخريطة. طب المسافة على الخريطة أجيبها إزاي؟ باستعمال المسطرة. أجيب المسطرة وشوف المسافة بين المدينتين على الخريطة، في الغالب هتطلع حوالي 3 سنتي، بتطلع تقريبا 3 سنتي. جميل، يبقى دي المسافة على الخريطة 3 سنتي. طيب أعمل إيه بقى؟ نسبة مقياس النموذج على نسبة مقياس الرسم. طيب نسبة مقياس النموذج كام؟ 1 على 24 صح؟ 1 دي في الخريطة و24 اللي هي المسافة الفعلية. طيب تساوي إيه بقى؟ تساوي المسافة على الخريطة كام؟ 3 سم على المسافة الفعلية اللي أنا عايزها كام؟ بسميها فاء. يبقى ركز هنا. في منهم نسبة أصلاً أنا مديها لك في الخريطة اللي هي مقياس النموذج، اللي هي 1 سم بيساوي 24 أو سميها مقياس الرسم. يبقى 1 على 24 تساوي النسبة الجديدة بقى اللي هي بتاعة الأطوال اللي أنت جبتها، 3 سم اللي أنت قستهم من على الخريطة، وفاء اللي هي المسافة الفعلية. طب عشان أحل دي كنت بعمل إيه يا شباب؟ بستخدم الضرب الايه؟ التبادلي. هضرب 1 في فاء واضرب 3 في 24 بالوضع ده كده. 1 في فاء بيساوي 3 في 24. طبعا 1 في فاء بفاء و 3 في 24 ب 72، يبقى المسافة بين المدينتين تساوي كام؟ 72 كيلو متر تقريبا. طبعا الواحد كان ممكن يجيبها مباشرة بكل بساطة، أنت قلت يا أستاذ إن السنتي الواحد بيساوي 24 كيلو متر، طب هما كانوا 3 سنتي، يبقى إذا 3 في 24 ب 72 كيلو متر، يبقى إذا المسافة بين مكة والمدينة بيساوي 72
كيلو متر. طب تعالى كده نشوف مثال تاني. طبعا اللي يعد المخطط او التصميم مثالا اخر على مقياس الرسم، يعني لو انا ما جبتلكش خريطه ولكن جبتلك تصميم زي ده كده، يقول لي ارضيات، بيقول لي مخطط احدى الارضيات مقسم الى مربعات طول كل ضلع منها نصف سنتي، ما الطول الفعلي للارضيه؟ الطول الفعلي للارضيه. طب هنا جايب لي ايه هنا؟ ده مقياس الرسم اهو، ان نص سنتي تساوي 1 متر، نص سنتي في المخطط بيساوي 1 متر في الحقيقه. طيب هعمل ايه؟ اقول له تعالى بيقول لي اذا كان طول الارضيه في المخطط يبلغ 2 سنتي فاكتب تناسبا، ده تكمله السؤال، اذا كان طول الارضيه بيساوي 2 سنتي فاكتب تناسبا باستعمال مقياس الرسم وحله، ولتكن س تمثل طول الفعل للارضيه. عايز الطول الفعلي للارضيه. طيب يبقى اذا هنا اول نسبه هنعملها ايه هنا؟ نص على واحد زي ما انت متعودين، نص على واحد اهو. طيب النص ده على المخطط، طب طول الارضيه في المخطط بيساوي كام؟ بيساوي 2. طيب الطول الفعلي بكام؟ ب س، يبقى نص على واحد بيساوي 2 على س. طيب نفس الفكره بقى بتضرب ضرب ايه؟ تبادل. يبقى اذا نص س بيساوي 2. طب لما اقول لك نص س بتساوي 2 ببساطه كده، لما نص كام يساوي 2؟ ايه العدد اللي نصه يديني 2؟ بكل بساطه س بتساوي كام؟ يبقى س تساوي 4. يبقى اذا الطول الفعلي للارضيه يبلغ كام؟ 4 متر. برضه كنت تقدر تجيبها بكل سهوله، ان انت قلت لي ان طوله في المخطط 2 سم، وكل نص سم في المخطط يقابل 1 متر. كل نص سم في المخطط يقابل 1 متر، يبقى اذا 2 سم في المخطط يقابل 4 متر. يبقى كل اللي انا بعمله يا شباب ان انا بجيب النسبه، بجيب النسبه. برضه هنا نفس الكلام. قال لي يصمم رسام اعلان لهاتف نقال، فاذا استعمل المقياس 5 سم بيساوي 1 سم، فما طول الهاتف النقال في الاعلان؟ فما طول الهاتف النقال في الاعلان؟ طب هنا انا بديك المقياس اهو كام؟ 5 على 1 صح؟ اكتب تناسبا باستعمال مقياس الرسم، استعمل مقياس الرسم 5 على 1، ولتكن س تمثل طول الهاتف النقال في الايه؟ في الاعلان. طب يبقى انا هعمل ايه؟ اهو 5 على 1 ادي مقياس الرسم، 5 طول في الاعلان و1 الطول الفعلي. طبعا في الاعلان الحاجه بتكبر، لو التليفون صغير وانا بعمل في الاعلان صوره اعلان مثلا احطها في على بدايه المول، او احطها في الشارع، او احطها عند الاشاره، بتلاقي صوره كبيره كده، ده اسمه الاعلان. شكل التليفون بيبقى ضخم جدا، ولذلك ليه؟ لان انا عامل السنت في الحقيقه مقابله 5 سنت في الاعلان، يبقى 5 على 1. طب انا عايز طوله في الاعلان سميناه س، اذا كان هو طول اصلا النقال 10، يبقى 5 على 1 بتساوي س على 10. برضه هضرب ضرب تبادلي، طبعا الواحد بتنضرب في الس هيديني س، وال5 في 10 ب 50. يبقى اذا باستعمال الضرب التبادلي يبقى س هتساوي 50. يبقى طول الهاتف النقال يبلغ 50 سم، يبلغ 50 ايه؟ سم. يبقى فعلا يعني السم الواحد في الحقيقه بيقابله 5 سم في الاعلان. طبعا هعمل اعلان كبير فلازم تكون الصوره كبيره، يبقى بيقابله 5 سم في الاعلان. ولذلك لما كان طول الهاتف النقال في الحقيقه 10 سم، فطوله في الاعلان هيساوي كام؟ كل سم بيقابله 5، يبقى 10 في 5 50 سنتيمتر، 10 في 5 تساوي 50 سنتيمتر. هنا بقى يا شباب اخر جزئيه معايا، لما يقول لي اوجد عامل المقياس في نموذج طيارات اذا كان المقياس 1 سم بيساوي 6 متر. ايه هو عامل المقياس؟ هو النسبه بتاعتي او مقياس الرسم بشرط. ايه هو الشرط عشان يبقى اسمه عامل المقياس؟ ان البسط والمقام يكونوا بنفس الوحده، ودايما احاول اخليها على الوحده الصغيره. يعني ايه يا استاذ؟ مش فاهم. يعني هنا لو انا قلت 1 على 6 ده مقياس الرسم، بس الواحد هنا نوعه ايه؟ سنتيمتر، والسته هنا نوعه كام؟ متر. يسمى مقياس رسم ولكن لا يسمى عامل مقياس. طب عشان اخليه عامل مقياس اعمل ايه؟ احول المتر لسنتي. احول المتر لسنتي. يعني ايه يا استاذ؟ اهو.
حول المتر لسنتي يبقى 6 متر تساوي كام؟ يساوي 600 سنتي بكل سهوله. هي كانت 1 سنتي على 6 متر بقت بتساوي 1 سنتي على 600 سنتي. يبقى في الحاله ديت عامل المقياس يساوي ايه؟ 1 على 600. 1 على 600. يبقى بكل بساطه عامل المقياس هو موضوع بعمله ازاي؟ معايا مقياس الرسم، البسط مثلا بالسنتي والمقام بالمتر، لا اخلي المقام بالمتر يخليه بالايه؟ بالسنتي، ومعروف ان المتر بيساوي 100 سنتي يعني اضرب في 100، يبقى واحد بدل ما كان 1 سنتي على 6 متر اصبح 1 سنتي على 600 سنتي. طبعا اختصرنا الوحدات المتشابهه يعني شيلنا السنتي مع السنتي، اتفضل 1 على 600 يبقى اصبح في الحاله دي اسمه عامل المقياس. يبقى كده يا شباب احنا اتعلمنا النهارده ايه هو مقياس الرسم، وقلنا مقياس الرسم هو نسبه بين الطول في النموذج على الطول الفعلي، وقدرت اجيب ازاي او استخدمه ازاي في الامثله ان انا اجيب الطول الفعلي على الخريطه زي المثال بتاع مكه وجده، وعرفت برضو يعني ايه عامل المقياس. عامل المقياس هو نسبه ولكن لنفس الوحدات، يعني لو كان معايا مقياس رسم بين السنتي والمتر عشان يسمى عامل مقياس خلي البسط والمقام على نفس الوحده، وفي الغالب دايما والافضل احول الوحده الكبيره لوحده صغيره. فلو كان عندي سنتي ومتر احول المتر للسنتي، وفي الحاله ديت يبقى يسمى عامل المقياس زي ما عملنا في المثال اللي قدامنا يا شباب. يبقى كده يا شباب انهينا درس مقياس الرسم، وباذن الله نتقابل في دروس جديده.